له مع اصحابه باش هادي ماركي هالي تروح لك مع اصحابك. اسمع أصحاب رجلها كل يوم كانت تروح نهار الطيف نهار طيفتني نهار اثنين كنت طيفة عندها تحلل فيا باش نروح لها كيما رحت عندها طيفة أصحاب رجلها كاملة رحت بيتتي معاهم. أسمعك أنا ما قلت والو عندي لي فيديو تحوية مريانة عندي لي فيديو تحوية تروح تحوست خدمة في البارس تحلل فيهم وراحت كيما لقيتني على الأقل أنا تقول كراجلها ديرها أنا خرجت زيرو في الحكاية كده تخرجت بحب تخدم غير في الباس 200,000 و500,000 عندك ما تسوى ما تدي باسيش 700,000 يا خلق البعض تقول لك يا خلاص راح يبدأها مخلص أموراتها من نافية زمانها ما ساعدهاش الحال تقول كان رجلي بعتني بيت غير مع أصحابه ما استفدتش هذاك فرحة كيفاش 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 ما سمعتش رجلها يبعتها رجلها يبعتها شكون رجلها شكون رجلها يبعتها مع اصحابه ولا سمعت ماشي ولا نعاود للمصر دريبلي سرم يجيبوا لك في العار وانت راك معروف راك عايش في الدل انا حبيت لك غير العز سمعتني ديدين انا حبيت لك غير العز الدل راك عايش فيه باش تسمع انت ميساجات بالك تخباو عليك وما تقدرش تسمعهم راك سمعتهم من عندي ديركت عيب خويا العزيز عيب انا ما راني نستشفى فيك ما راني نسبك ماني حاب نطيح بيك بصح كلمه الحق حق عيب نشوفوا الباطل راهو منا يدور هكذا الباطل راهو يصرى مور ظهرك وحنا نسكت نو انا عمري نهضر على انسان كشخص نهضر على انسان
هكا افعاله، الافعال اللي راه يدير فيها كيما هاد البنات هادو. انت يا المضام راهي تدور معاها هادي ايمان زرطيت وراك شفت لك المضام، فهمتني؟ انت راك كاري لها الدار وراك دير لها هكذا، وراني نوصيك ديفورسي ومن بعد ديفورسي وراه كاري لها الدار مع ولده والرجال داخلين خارجي، واش راك حالفي فمك انت كيك تقول لي ديفورسي ومن بعد هو اللي يخلص لها في الدار وراي اونسنت، واش راك حالفي فمك؟ ادي حكايتكم شو يتقود كنت كي هو يجي يفتح في فمه دوك عليا دوك وليتو رجال ما تدافعوش كاع على نفوسكم حتى يطلع اوبيرا باش يهضر باش تطلعوا بلا بلا وتزيد تقول لك باللي هو اللي بعتها عند صحابه كلام انا هذا يقيسني ما نحبوش نسمع على وليد بلاد ما نكذبش عليك نهضر لك في وجهك ارمي له يا راس سبع النفقه تاع ولدك وتحبس تم عندي ايام اللي باسيت باسكو يجيب لك غير في العار راك تشوف راه يدور في الشارع دونك اوه عيب خويا العزيز وراح تباتت معاه فرحات اقسم بالله غير نحشم لك راشيكم بصح زوج شويه اوبليجي زوج جو سوي اوبليجي باش نكشفكم باسكين بنات راهم رايحين ضحيه راك تشوف راهم يديروا بيزنس راهم يهتزوا الناس بيجوتي دخلت عنده بالعطاتو هي بيجوتي دخلت عنده بالعطاتو السلام عليكم سلام وي وي جو سوي لا ها لا ملكة الجمال دو افريكا ها تي كوني با نو جو كوني با بصح نو راك بيا عندك مول شباب اختي اوكي وشنو راه تبدا تتمحلس له ولا دير له ديك العفسه تاع تهبط له هذيك كذا منو تتخلقس هو يتخلقس يجبد لها كاع الذهب قلت له واخا انتوما اللي بيجوتي تعرفوا تعرفوا ما ضمنتش جاتك سهله جاتك صعيبه ما ضمنتش قول الذهب زعما تحيروه ودي سويكاره وتعجبوني وكاع تلبسوا قمايج زعما تلبسوا قمايج بيجوتي زعما شواكه وانتوما اهل الدعاره حاشا اللي ما يستاهلهاش ما رانيش كاع راني نهضر على العاهر هذا اللي دار الزينه هذا راني عليه هو خلونا اللي بيجوتي كاين اللي بيجوتي ربي يعاونهم خدامين ولا فاميليا تحياتي لكم بصح هذا العاهر هذا نو الاسم علاش نعطيك الاسم تروحي تخطبيه انت ولا كي حابه تروحي ديري معاه الدعاره وتصوريه راني فيقته ما يزيدش يدير الدعاره ويصوروه على بالي بلي التوبه تاع الفيديو ما يزيدش يديرها حيتوب بصح تاع الدعاره جو بونس با يزيد يدير الدعاره على بالي تخافي لصقوا له واحد هذيك تاع الفيس كاين واحد تورن واحد البولون هكذا هو كاميرا انت ما تجيبش كاع اخبار تحسبوا انت الفيس راه راسك فرح بصح انت راك سبر بوحي راك كبير يا فرحات دوك يجوا كاع العاهرات فرحات قال لكم غير ياسمين اللي عطيت لها 3 مليون سبحان الله طلعت هضرت على سيليا قالت لها 300 يورو وهي راح تب 3 مليون تما شكون اللي طلع مليح سيليا هي اللي عندها الدار ربي ها كاينه شيكورة سيليا في الدار رقم واحد سيليا في الدار دير لا كونكورونس مع اختها تيماجيني هي اختها مونا مكسلين هكذا يا سيليا على بالي واش كي تهضري عليا في البريفي قلت لهم عيب عليه اوبيرا علاش تقولي عليا عيب انا عيب انا بوكوا تقولي عليا انا اوبيرا عيب كي تكوني مكسله انت ومونا واش تحكيو نتوما بيناتكم تحكوا على زيكزيرسيس ها التمارين المدرسيه ولا واش دخل الاستاذ قال ولا واش خرج الاستاذ ها قولي شي كوره في الدار الام والاخت والاخت ديرك ما رحم فيكم حتى واحد باسكو
حتى يما كريم صاحبه. كون جات مره تاع الصح تصدر روحها وتروح. روحي تشكي مدام، على بالي دوك تسمعيني تهضري هكا غدوه تروحي كوميسيري تشكي. روحي تشكي. قول لهم اوبيرا، قول لي بلي عندك صاحبك وصح عندك صاحبك، راني نكذب مانيش نكذب. كلمه واحده نطلعك انت وياه هكذا في الطوموبيل في الكات كات. تشتي الكات كات على بالي مرسيدس بي بي يجي يديك دالي براي عند الكوافير اللبناني. عرفتي شكون كي يقول لك اللبناني تفهميني؟ حاسبين روحكم اذكياء بصح انتوما كاع برطو طالختها والو ذكاء صفر. شتو اللي يخدم غير بالدعار يخمم الاخر ديالو، تخمم بالغريزه الحيوانيه ما يعطيكش النفس باش تطلع مخك تخليه يخدم. تولي غير مشتا تخمم غير كي وقتاش تدخل تهبط سروالك وتشوفها هذيك هي تنحي في حوايجها وانت هي تسبربح وهي تسبربح ودير في هذيك التنجي قديقه ما تعرفش ما تعرفش مين با دير ما يعرفش مين بايديرها. وين يدخل ديره كل حيوان هكذا يدخل يبدا ما يعرف يدي عيد عشا ما يروح يضرب دوره ما يقول كلام بيان ما يجيب مع عفسه في يده والو داخل ديريكت. شغل والعاهره تديروا لهم هكذا مارادونا يقهر ترميهم كاع كل كلاب كل كلبات هكاك ما تقيموهمش من بعد. بصح العاهرات تديها اللوتر وتقول لك جيب لي السوشي. اه كيما ما يا رجل تشتي سوشي ما يا رجل ما يا رجل سلام عليكم يومين نسيتك معليش سي سا مون طرافاي. انا الخطه ديالي هكذا نخليك 3 جور تنسيني شويه ونعاود نعطيك بوم هاكي شايفه ما نقدرش نمرضك اون فوا بوغ توت نو نضربك بروحي وروحي باش تكلمي شويه. تشتي تشتي نحيتي الحجاب كنتي مسطوره عشيتي نحيتي الحجاب وليتي ديري الدعاره تلبسي لي هذوك الفيزوات كرشك خارجه مؤخره ما عندكش وتطلعي ديري تصاور بالجيب هذوك المزيرين علاه ضربتي دور لاشين واش راح تديري في لاشين؟ راح تجيبي حقن لتكبير الارداف ولا للمؤخره؟ الارداف عندنا هاك على بالك نورمال جيبي غير تاع المؤخره هذيك لي هكا قنبوعي نورمال الارداف هذاك وجي حبوا لي زالجيري الارداف جيبي الارداف شوفي بازي على الارداف خليك من الاخر نورمال باسكو تحلك حاجه في الارض وطابسي